أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. قال الله سبحانه: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي وأولادي شباب، هذه الآية الشريفة تحثنا وتعمرنا بإصرار، تعمرنا بالعمل، نشتغل نعمل. وفعلا نحن في هذه الأيام الحاسمة بالقياس إلى بالنسبة إلى مصير العراق ومصير الشعب العراقي المظلوم. الشعب العراقي المظلوم، الشعب العراقي المظلوم، هذه الأيام مصيرية بالنسبة إلى الشعب العراقي. يجب علينا جميعا أن نعمل لرفع الظلم عن الشعب العراقي. وطول عمري لخدماتكم شيعة علي، يعني خادم لكم جميعا. العراق ما زال منذ عمد بعيد يعيش تحت الظلم. بنو أمية، بنو عباس، والأتراك، والإنجليز. كانت آخر حلقة هو صدام المشؤوم الذي ما كان يهدى إلا بإراقة الدماء. بدأ الحرب الشمال، ثم مع إيران 8 سنوات، ثم مع الخليج، غير ما كان يقتل في السجون المظلمة، هذا بلا حساب. أراد الله سبحانه أن يرفع هذا الطاغوت عن صدور الشعب العراقي. الله كرمه ورحمته نظرت إلى آهات الأرامل، إلى بكاء الثقالة، إلى صيحات اليتامى، فالله سبحانه هذا أزال ذلك الكابوس. ولجاء الله تعالى جاء بتلك الأيدي التي أتت به إلى الكرسي في الليلة مظلمة، نفس الأيدي أخذت بالنهار إلى المشنقة. الله شغل الله. وكنا نعمل أنه راح صدام، هذا تتحقق لنا الحرية، تهفت دماؤنا وأعراضنا والأموال العامة والخاصة، ويعيش شيعي بأمان، والعراقي غير شيعي أذن يعيش بالأمان. لم يحدث شيء من هذه الأمور، ومضى 11 سنة على ذهاب صدام. كل شيء، ابني وابنك يطلع من بيت للمدرسة ما أدري يرجع حي، الله يحفظ أولادكم، الله يرجع حي للبيت أو لا. يوميا خصوصا في هذه 9 سنوات التي فيها هذه الحكومة، لأنه 4 و4 عام، وسنة كنا متحيرين من يكون بيد رئاسة الوزراء، بل هذا معدل يوميا بين قتيل وجيه 100 شخص، جوز ما تدرون. هذا الذي يعترف به وسائل الإعلام، والذي ما يعترف به الله يعلم شكرا. والفقر مدقع يعيش العراق، من 30 إلى 40% من أولادي وإخوتي من الشباب يعيشون تحت سقف الفقر، بطالة، والبطالة متفشية، والغلاء. ميزانية العراق تعادل ميزانية 4 أو 5 دول في المنطقة. يا أخي خدمات أنتم تعلمونها، وهذا غلاء كلنا نعاني، هذا نعرفه. فلوس وين جاي تروح؟ مال وين جاي يروح؟
ملايين برميل براميل ننتج نفط ونبيع كل يوم، ملايين براميل، وكل برميل ب$100. هذا الرجل يدعي التشيع، هل هذا تشيع؟ أنه يهمي بارات هذا بسلطته، ولم ينقل إلا نادرا أن أي بار وأي مقهى ليلي أي هذا مجلس من مجالس الليلية الفاسدة، أجلكم أن أذكر تلك الأسماء، تلك الكلمات التي هذا تعبر عن واقع ما يحدث في هذه البارات. هذه محميتنا بسلطة جالس في قصر صدام، والحسينيات والمساجد تستهدف الليل ونهار، ويقتل رواد الحسينيات ورواد المساجد أكثر وأكثر. أنت شيعي، شيعي إيش كثر في العراق نسبة الشيعة إخوتي وأولادي؟ هو يقول 65. إلى الآن 9 سنوات ما غير مناهج مدرسية، كلها مناهج صدامية في الأولاد والبنات كلها يدرسون. تمام أولادي إخوتي، تمام أولاد، في المناهج يمدح أعداء أهل البيت على خطوات من قبر علي وحسين. وكذلك جسارة، هذه جسارة لم يرتكبها إلا عموي اللعين صاحب الأغاني، هذا أصفهاني اللعين، هو نسب إلى سكينة بنت الحسين سلام الله عليها أنها كانت تجلس مع الشعراء مع السكارى مع المغنين. هذا وهذه رواية لعنه الله سبحانه، هو ذكرها في كتابه الأغاني، وهذه رواية أخذت وأدخلت في المناهج في الكليات والجامعات أمام الشباب أولادي وبناتي. أفغانستان إخوتي أولادي نسبة الشيعة بي 15% فقط، 15%، ومنتشرون في أفغانستان يعني ربما قرية كاملة بي بيت شيعي، يعني من شكلون أي قوة ضد السلطة. تمام 15% ومنتشرين يا أخي. مع ذلك بيروح أبائكم جابوا لي مناهج أفغانستان، مناهج قسمت، هذا للطفل الشيعي وهذا للطفل غير شيعي. أنت تفرض على أولادي وأحفادي على الشيعة هذا، بل أنت مناهج صدامية، وأنت مناهج، وأنت طائفي أصلي، أنت طائفي. الله يشهد، آخر مرة لما أجا أكثر من مرة أجا، آخر جرى قبل كم سنة جلس يمي سوي لي بعض الأمور، قال شنو؟ كنت أغير عد المناهج، منهج الشيعي ودهن الغربي. قال شيخنا الله واحد، رسول واحد، صلاة واحدة. قلت صلاة واحدة؟ قال عي. قلت فإذا أن يكتب صلاة واحدة، هذا نمس على أحد الرجلين ونغسل الأخرى، ونجيد مشتفة وعيد مسبلة. قال عشين. قلت أنت تريد هذا؟ قلت غير مناهج. قال ما غير. قلت بيني وبينك الله بعد، شوف بيني وبينك. قال أنت متلب بالصلاة؟ هذا الشيء هيك يقول بالله عليك لخادم الحوزة، أنت متشلب بالصلاة؟ بروح أبائك. تمام يقول أنا أحارب الإرهاب، من خلق الإرهاب؟ تدرون أولادي في هاي السنوات قبل ما تشتد هاي حالة الإرهاب، أهملت الحدود، حدود العراق أهملت، أهملت. كان حارس في الحدود يخبر قاعدين في قصر صدام يا بي جاي هذا بل أصلها جاي تعبور إلى العراق، وكذلك إرهابيون يعبرون. كلام عليك، ما عليك، شنو ما عليك؟ زائر الحسين من خارج ميدي إلا بالجواد والفيزا وكفالات من شركات. تمام، والإرهابيين يفوتون بعجلاتهم بلا جواز. أنت تحارب الإرهاب، أول هذول إرهابيين ألقي القبض عليهم كانوا في المحافظات، أول لموهم كلهم في بغداد في سجون بغداد. يا قاعد على رئاسة الجمهورية وقع عليهم على تنفيذ، ما يوقع، يوقع لكن على الإرهابيين ما يوقع. أهملت السجون، أهملت 5 سجون في بغداد، أهملت
إلى أن فر الإرهابيون يمينا وشمالا. منطقة السجون كان أهل المنطقة يعلمون، حتى الأطفال، فلان يوم أكو هجوم على سجن لإطلاق سراحين مسجونين مجرمين، أنت في قاعد في كسر صدام ما تدري مخابرات بيدمان هو، وزارة الدفاع بيدمان هو، خزينة الدولة بيدمان هو، وزارة الداخلية بيدمان هو، كل بيدك وأنت ما تدري أكو هجوم على هذا على 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 السجون. ولا شيء يقول شعر عربي: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أهملت السجون. بروع أبايكم بلغني حتى أسمع بعض المجرمين كان قتل بيد بمسدس مالتي أكثر من 100 شيعي، أخذوا منه 100 دفتر وأطلقوا، خلوه يشرب من السجن. يعني رقبة شيعي بالدفتر، عندي قطرة الدم العراقي البريء، غير المسلم الشيعي وغير شيعي البريء، عندي قطرة الدم هذا تعاص أثمن من مجموعة شمسية كلها. أنت دفتر؟ أنت تحارب الله؟ قال قبل ما تبدأ هاي حملة مزعومة هذا في الأنبار، خلال سبع خلال يوم شو قال صار؟ 4 أشهر. يوم مالتك ما انتهى، ما انتهى. أجوا جنود قلتوا أنتم تدافعون عن العراق، دافعوا، لكن قيادة فاسدة. والله يشهد بعض الجنود أجوا يبكي: شيخنا شي تومر تومرني ألقي نفسي من الفمل جبل ألقي، لكن ضباط لما أريد أقتل إرهابي يقول لا تقتل، إن قتلت سوف أقتلك. ضباط ماشي. ثم هوصر هناك هذا اللي مشد سوء القيادة سوء التخطيط، هذا هوصر الجنود بالمئات، هذا وخلص عندهم إعتاد، خلص عندهم أكل ماء لشرب، خلاص عندهم يتصلون بقصر صدام: أرسلنا ماء والإعتاد. بلا شي تدوش يجاوبهم: دبر عمرك. بلا جندي بالمعركة دبر عمري. نتيجة حوسروا وذبحوا وتعاشى مثل أصحاب الحسين، ذبحوا بقتل عنك بس وجبة واحدة، أكثر من 300 جثة مقطوعة الرأس وصلت بالطب الأدبي ببغداد. أنت تحارب لها الآن، يريد يداين مثل صدام كان سوا دائم لإنجاز بنية تحتية، حجة بنية تحتية، كم مليار ماتي 50 مليار فوق مليار يداين بالربا من دول أوروبية. ليش؟ حتى يكسر ركبة العراقي بط بالدين. يا ويلك من عذاب الله، قليل من الدخل عندك، كلنا ملايين براميل يوميا، ملايين، وكل برميل 100 دولار. مناهل من يريد يغير حتى يحشر مع صدام إن شاء الله يوم القيامة، يحشر مع صدام لأنه محب لمناهل صدامية وخدمات. أنتم تعلمون هاي بصرة 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 هاي بصرة، وبصرة تشكل عمود الفقري للعراق، يعني لأن ميناء تجارة ومصانع واوا كلها أنتم تعرفون. تدرون إلى الآن ما وفر لهم ما يحلوا للشرب 9 سنوات، أكثر أهل البصرة يشترون كواتي ماي هذا مسفى، وزع أراضي وزع فلوس ومواعيد لنا إن شاء الله طلب الوظائف. ليش الآن توزيع العرسة على المقابل الكريم من الانتخابات؟ ليش الآن وظائف؟ وأعلموا إخوتي يوزع تمر، جابوا لي صورة هذا بالكاميرا هذا فيديو شاحنة بيه كتون تمن يوجي كيلوات تمن على الشعب العراقي. ليش أفكرت الشعب حتى توزع عليهم تمن مثل ما توزع على الفقراء والمساكين؟ وين وجهك أمام الله؟ وأعلموا إخوتي قد أفتيت أنه أي واحد مضطر لو سبب أو لآخر أخذ عرصة أخذ مال أخذ
وأخذ مالك هذا وليس مال هو، مالتك مال الشعب المنهوب، أخذ مالتك هنية مريعة حلال، ولكن لا يجوز لك أن تنتخبه حتى إذا أقسمت له، لا يجوز لك أن تفي بهذا القسم، لا يجوز، لا يجوز. في الانتخابات السابقة كما يأمرني ويأمركم ديننا، ديني ودينكم، وطني ووطنكم، عقلي وعقلكم، ضميري وضميركم، أن ينتخب من هو أهل الانتخاب الكفو والصادق والأمين. ولكن أجوا كشمروكم في الانتخابات السابقة. الآن كل متفقون، كل عقلاء متفقون على التغيير. تغيير ما نشينه جمتي غير هؤلاء على الكرسي، هذا ما تغيير. ولكن أنا شخصيا توليت أدلكم على من يصلح للانتخاب إن شاء الله تعالى. الله صلي على محمد وآل محمد. هناك هذا مرشحين من قبل مكتب، هذا لجنة شكلنا، فالمجموعة قليلة جدا، مجموعة 15 و16 نسمة في كل محافظة، نفر نفرين، مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى. فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم، فإذا ما وصل إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية. انتبهوا جيدا إلى نقطة، انتبهوا إخوتي أولادي، أني مو معصوم، معصوم فقط أنبياء والرسل والأئمة هم والزهرة هم معصومون، تمام؟ بل هم معصومون. ابني عمار، سيد عمار الله يحفظه، مو معصوم أيضا. قد يكون في قائمته من لا يعجبك وأنت غير مقتنع به، عيب ذاك، ثاني ثالث، لكن لا تخرج عن هذه القائمة. وأعلم شيء آخر، كما مرجعية تاريخها في النجف العشر، لا تفكر في الكرسي لا لنفسه ولا لأولادي أبد أبد. الله تعالى أعطاني شرف الدنيا والآخرة وهو أني قادم لشيعة علي، شو يسوي بالكراسي؟ يحفظني لخدمتكم. ولكن تعودنا وعودنا أساتذنا العالم في الحوزة العلمية أن نلوي إذان القاعد على الكرسي إذا مشى هذا عهد، وإذا ظلم الشعب، وهذا ديدني ويكون ديدني أي ما كان يأتي على الحكم، إن لم يمشي عدل فسوف ألوي إذانه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما عندنا صداقة إلا مع العمل. وأعلم أبشركم أبشركم، الله رائد أن يكون العراق يوم من الأيام سيد العالم، ويكون سيد العالم إن شاء الله تبارك. اللهم صل على محمد.